قال إذا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل العقدة من لساني يفقه قولي على بركة الله. ألوغ هاد ليكزامان اللي غنخدم معاكم هو ليكزامان ديال باك ليبغ ديال 2013 فوالا. فهذا ديال 2013 عطاوهم لو باساج 10، عطاوهم شابيتر 10، ديزيام شابيتر، ديزيام شابيتر راه حنا شفناها وغادي نخلي لكم لو ليان اللي مازال ما شافش لا فيديو ديال ديزيام شابيتر يمشي يتصنت ليها، تصنت ليها مزيان، حنا مازال كنستناو هنا، يمشي يتصنت ليها ويرجع يخدم معنا ليكزامان. دونك غادي تلقاو الرابط ديالها في لا فيديو في صندوق الوصف وفي اول كومونتير غادي تلقاو الرابط ديال شابيتر ديزيام بالنسبه للناس اللي ما شافوهاش معايا. بالنسبه للناس اللي شافوها معايا دونك نيشان غادي نبداو نخدمو في لي كيسيون. دونك اول بارتي ديال لي كيسيون عندنا ايتود دو تيكست، وهاد ايتود دو تيكست عليها 10 بوين. هنا كيقول لك ليزي اتنتيفمون لو تيكست اي ريبوندي aux questions suivantes. Là, le texte, on a déjà lu. On a une vidéo, le texte, comme il paraît. Donc, on a déjà vu la première question. Qui est l'auteur du texte? C'est une question très simple, c'est là. Mais je ne sais pas si je vais vous dire. L'auteur du texte, je connais où? Ou Voltaire? Donc, la question a dit, c'est là. Deuxième question numéro 1. De quelle œuvre le texte est-il extrait? شنو هو دائما نوصيكم واخوتي على واحد القضيه، قال لك فهموا السؤال نصف الجواب. ديما نقرا السؤال مزيان ونفهمه. دو كيل اوفر لو تيكست ايتيل اكستري، دو كيل من اش من كتاب، من اش من نص، من اش من رومو مثلا. هاد لو تيكست هاد النص هذا تخدا ايتيل اكستري من اش تخدا؟ تخدا من كانديد و لوبتيميزم. فوالا دو الجواب كانديد و لوبتيميزم. جواب الاول هو فولتير، جواب الثاني هو كانديد و لوبتيميزم. سؤال ثالث كيقول لك ا كيل سيكل سيت اوفر اتيل ايتي بوبليي، اش من قرن هاد لو رومو هذا تنشر؟ قلنا في لا فيديو اللي دازت ديال 11 شابيتر، راني غنخلي لكم حتى هي الرابط ديالها تما. قلنا السنه اللي الا رجعتوا تصنتوا لا فيديو راه غتلقاو تما، قلت السنه اللي تبوبليا فيها هاد 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 لو كونت. هاد لو كونت اخوتي تبوبليا في 1759. الا قلنا 1759 يعني لو 18 سيكل، يعني الجواب هنا شنو هو؟ هو لو 18 سيكل، القرن 18. قال لك اكيل سيكل سيت اوف اتيل اي تي بوبليا، تقول لهم 18 سيكل القرن 18. فوالا نتمنى تكونوا واخدين واحد البوت بابيو كتقيدوا هادشي اللي كنقول. السؤال الموالي كيقول لك كيل لو جونغ دو سيت اوفر، شنو هو لو جونغ ديال هاد لوفر هذا؟ الجواب على هاد السؤال هو شنو هو لو جونغ، يعني النوع ديال هاد لو رومون شنو هو؟ كونت فيلوزوفيك. الجواب على السؤال هو كونت فيلوزوفيك، هو لو جونغ ديال هاد لوفر هذا كونت فيلوزوفيك. الى سولوكم كيل لو تيب دو تيكست شنو غتقولوا لهم؟ غتقولوا لهم ناراتيف. الى سولوكم على شنو هو لو تيب du texte, غتقولوا لهم ناراتيف. ولا سولكم على شنو هو لو جونغ دو سيت اوفر، غتقولوا لهم كونت فيلوزوفيك. خيدوا الله يجزيكم بخير. دونك دابا جاوبنا على السؤال الاول اللي فيه ا و بي و سي و دي، كل واحد من هاد الاسئله فيه عليه ربع نقطه، في عليه 0.25 مضروبه في 4 هي نقطه. دونك هنا ضمننا نقطه. شنو هو لوتور فولتير؟ شنو هو لوفر سميتو لو تيكست اي سي الاكستري من كانديد او لوبتيميزم لو سيكل 18 سيكل؟ لو جونغ هو كونت philosophique. Ensuite, d'abord la deuxième question. Pour situer cet extrait dans l'œuvre, répondez aux questions suivantes. C'est d'abord le sujet ou pour situer. C'est d'abord situer ou c'est d'abord le blanc ça de l'extrait de l'œuvre. Rachel, quand je vous ai dit que je vais vous lire le conte complet, يعني القصه كامله باش كتعرفوا الهدف من القراءه ديالها كامله وكتعرفوا كل حاجه فين في البلاصه جات. المهم حنا نحاولوا نجاوب على الاسئله هذه ان شاء الله. هنا غادي نحاولوا نسيتيو هاد سميتو هاد لو تيكست اللي عطاونا، نحاولوا نسيتيو فين جا. فوالا الوغ اش كيقول لك؟ ا كيل ايفينمون ريليجيو امبورطون كانديد اتيل اسيستي ا ليسبون؟ ا كيل ايفينمون شنو هو الحدث؟ ا كيل ايفينمون ريليجيو شنو هو الحدث الديني امبورطون المهم لي كانديد اتيل اسيستي ا ليسبون اللي حضر ليه كانديد؟ شنو هو؟ شنو في نظركم هو؟ l'autodafé, exactement. L'événement religieux qui est très important pour le faire fait Candide, ou
لو تو دافي هو داك الحرق اللي دارو دونك الجواب على علاش تقولوا هنايا تو سامبلومون جاوبوا نيشان او تو دافي فوالا سؤال موالي قال لك كون ايجون ريغريت لا مور دو لانكيزيتور اي دي جويف بار كي اونتي لي تيتوي قال لك كون ايجون بقى فيها الحال على الموت ديال لانكيزيتور على ديال الجويف شكون اللي قتلهم تذكروا معايا في الفيديو شكون اللي قتلهم كونديد دونك انا جاوبت شنو هو كونديد كلمه واحده كون ايجون ريغريت لا مور دو لانكيزيتور دي جويف بار كي اونتي لي تيتوي اسكتب ليهم كونديد تو سامبلومون سؤال موالي قال لك دابخي لو تيست دو كوا كون ايجون فيانتيل دو سو روندر كونت دابخي لو تيست من خلال هاد النص اللي عطاوكم شنو هي الحاجه اللي اكتشفتها كون ايجون فيانتيل دو سو روندر كونت اللي عاد عرفتها شنو هي الحاجه والحاجه هادي راه في البداية ديال لو تيست اذا نرجعوا هنايا لو تيست ولا سيرجعوا لا فيديو نرجعوا لو تيست حيت كيعطيوها لكم هنايا كيعطيوها لكم في لي لونسي كيعطيوها لكم دونك شنو غتقول كي دونك بي مي فولي مي بيستول اي مي ديامون شكون اللي يقدر يخول ليا البيستول و لي ديامون ديالي دونك الجواب ديالي هنايا شنو هي الحاجه اللي كي لا فوني دو روندر كونت غتقول ليهم disons que on vient de lui voler ses pistoles et ses diamants. هذا هو الجواب زعما كاين شنو هو الحاجه اللي هلا عرفتها بانها طلعت ليها غتقول لهم qu'on vient de lui voler ses pistoles et ses diamants. هذا هو الجواب من بعد السؤال الرابع كيقول لك qui la vieille soupçonne-t-elle donc pour la question qui la vieille soupçonne-t-elle الجواب كاين هنا هو كيقول لك هاي هنا هيلاس دي لا فيي جو سوبسون فور هاي جو سوبسون فور ان ريفيرون بير كوردولي دونك الجواب شنو هو غادي تقولوا فوالا ديريكتومون غتقولوا ان ريفيرون بير كوردولي واش كتشفي انه غيكون شفر لي هذاك البيستول ديالها وداك التيامون دونك الجواب هو ان ريفيرون بير كوردولي فوالا تو سامبلومون الوغ سانكيام كيستيون كيل solution propose شنو هو الحل اللي اقترحات propose la vieille pour qu'ils puissent achever leur voyage شنو هو الحل اللي اقترحات عليهم باش يقدروا يكملوا السفر ديالهم رحنا قلناها رجعوا لا فيديو غتلقاوها لا solution اللي عطاتهم هي شنو هو de vendre l'un des chevaux قالت لهم باش نبيعوا واحد من الخيل دونك الجواب هو de vendre l'un des chevaux de vendre l'un des chevaux هذا هو الجواب سؤال موالي سيزيام كيستيون كيسكو كانديدا في بور اتر اكسبتي كوم كابيتان دو فلوت دونك هنا كيسكو كانديدا في شنو دار كانديد بور اتر اكسبتي باش يتقبل كوم كابيتان دو فلوت شنو دار دونك شنو دار الى في ليكزارسيس بلغاريا دوفون لو كابيتان دوفون لو جينيرال فوالا جو هو دوفون لو جينيرال هادشي اللي كاين في لو تيكست دونك غادي تقولوا ليهم راه الى في ليكزارسيس حيتاش كيف ما كنا قلنا في لا فيديو رجعوا لا فيديو بانه هو ديجا دار دوك التمارين ديجا كان عند لي بلغاريا ديجا دار هاد دوز هادشي ديال السولدا ديال التجنيد سكي في عنده فكره على داكشي دونك واش نوغي يدير غادي يجي قدام لو جينيرال وغادي يدير ليكزارسيس دونك جواب ساهل غادي تقولوا دو فير ليكزارسيس بلغاريا دوفون لو جينيرال صافي كيسيون نيميرو 7 ريليفي 4 مو ابارتونون او شون ليكسيكال de la religion. Quelqu'un dit que l'on a des kalimès appartenant à un thème ou au champ lexical. L'haql delali de la religion. Diel diana. Des mots autres que cordelier et inquisiteur. Donc, je vous n'ai pas de kalimès, mais n'ai rien cordelier ou n'ai rien inquisiteur. Je vous des autres mots. Les kikounodar n'est pas l'haql delali ديال لا ريليجيون ولكن ما تقولوش لهم كوردوليو وما تقولوش لهم انكيزيتور غتقولوا اربعه ديال الكلمات اخرين من غير هاد جوج كلمات دونك الجواب على السؤال اللي غتقولوا لهم غتقولوا لهم بريور الكلمات راه كاينين في لو تيست تاعو لو تيست تلقاهم كاين بريور كاين جيزويت كاين بينيديكتان كاين ديو كاين ريفيرون بير كاين كلمات جويف دونك كاين الكلمات اللي كتدخل في حقل الدلالي ديال الدين ديال لا ريليجيون تقدروا تقولوهم avec la figure de style employée dans l'énoncé souligné dans le texte est une antiphrase, une métonymie ou bien une énumération.
قالك شنو هي لا فيغور دو ستيل اللي تستعملات في لينونسي في البلاصه اللي مسطرين لك فيها هما سوليني دون لو تيست. نمشيو للبلاصه اللي سطروا فيها ونشوفوا شنو هو لو فيغور دو ستيل اللي استعملوا فيها. البلاصه اللي سطروها هي هذه. دونك من هنا بدات قالك الو كانديد نقطه. دونك هنا كاينه نقطه. دونك من هنا غتبدا الفراز كانديد ايون سيرفي شي لي بلغار fit l'exercice bulgarien devant le général de la petite armée avec tant de quoi? De grâce, de célérité, d'adresse, de fierté, d'agilité. Donc, je n'ai pas la figure de style. La figure de style, il y a énumération. Je n'ai pas énumération. Énumération, il y a une description de la description de chihaja. بزاف ديال الكلمات حنا كنبغيو نديرو غير لا ديسكريبسيون ديال حاجه. حنا كنبغيو نوصفو حاجه وحده كنوصفوها بزاف الكلمات متابعين. بزاف الكلمات متابعين. فرقوا لي عفاكم ما بين لينيميراسيون ولا غرادياسيون. حيت كاينه لينيميراسيون كاينه لا غرادياسيون. دابا لا غرادياسيون كيبقى هذاك لو طون كيتزاد, يعني كتكون حاجه واللي تابعها كتكون اكثر منها واللي تابعها عاوتاني اكثر منها, يعني كتزاد لو دوغري. ولكن لينيميراسيون كيكونوا في ليني وحده, يعني كيكون نفس الحاجه. الا قلنا لا غراس ولا قلنا لا سيليرتي ولا قلنا لا دريس ولا قلنا لا فيرتي ولا قلنا لا جيليتي, راه بجوجون بور ديكريغ هذاك كومون دايج هذاك ليكزارسيس اللي دار هو. دارو بلا غراس بالاحترام, دارو بلا سيليرتي بالزربه, دارو بلا دريس بالبراعه, دارو بلا فيرتي بالعزه, دارو بلا جيليتي بالرشاقه. دونك هادو ماشي دي غرادياسيون, كل حاجه بوحديتها كل حاجه بوحديتها. دونك ماشي لا غرادياسيون كتكون مثلا غادي نقولوا مثلا نعطيكم انا مثال. واخا انا ما حضرتنيش دابا شي مثال في راسي, ولكن غادي نحاول نقول لكم شي مثال. مثلا يقول لك الا في ليكزارسيس دون فاسون فورت بويسانت كومون ديريج كومون روبوست, يعني هكا كيعطيك دي دوغري ديال القوه. كيقول لك فور قوي, اش قلت لكم فور بويسان يعني قوي بزاف, روبوست صحيح. دونك هنا كيعطيك دي دوغري. ولكن ملي كيعطيك واحد لي زادجيكتيف اللي ماشي واحد اكثر من الاخر, كل واحد بوحدو. لا غراس حاجه, لا سيليرتي حاجه, لا دريس حاجه, لا فيرتي حاجه, لا جيليتي حاجه. دونك هذه كتسمى لينيميراسيون. دونك فيغور دو سيلي استعملات هنايا, الجواب اخوتي اللي غادي تقولوا هنا هو انيميراسيون. فوالا. دونك هذا هو الجواب ديال هاد لا كيسيون اللي هنايا اللي قالوا لي لكم فيها. لا فيغور دو سيل امبلوي دون لي لونسي سوليني دون لو تيكست, غادي تكتبوا ديريكتومون تكتبوا انيميراسيون تو سامبلومون. من بعد قال لك ريكوبي لا بون ريبونس. فوالا هاد السبعه هادي. دونك ريكوبي لا بون ريبونس نكتبوا اون انيميراسيون. نوفيام كيسيون, كومون لو كوردولي ايتيل بريزونتي بار لوتور, جيستيفي فوتر ريبونس. دونك هنا قال لك كيفاش لو كوردولي تبريزونتا par l'auteur. كيفاش l'auteur قدم لينا لو كوردولي, كيفاش قدمو مدام هو هضر عليه وعطاه الصفه ديال انه شفار. مدام قالت حيت هي قالت هيلاس دي لافيي جو سوبسون فو ان ريفيرون بير كوردولي كي كوشا ايير دون لا ميم اوبرج كو نوزا باداجي باداجو ديو مو غارد دو فير ان جوجمون تيميرير مي لونترا دو فوا دون نوتر شامبر اي بارتي لونتون افون نو هيلاس دي. فوالا. دونك هنا شنو باش هي اكوزاتو, باش هي اتهماتو هاد لافيي؟ اتهماتو بانه هو اللي شفر لي بيستول, وهو اللي شفر لي ديامون. دونك طونكو توصف على اساس انه شفار, دونك هنا غادي نقولوا بانه لا بريزونطاسيون ديالتو كانت ديفالوريزانت. دونك الجواب اللي غتقولوا هنايا هو ديفالوريزان بيجوراتيف. دونك مثلا شنو السؤال باش نعرفوا كيفاش نجاوبوا. قال لك كومون لو كوردولي اتيل بريزونتي بار لوتور, غتقول لو كوردولي اي بريزونتي بار لوتور دون مانيير كومون ديريج ديفالوريزانت, دون مانيير ديفالوريزانت دي او اكسون في ا. نكتب لكم كاع هنا قدامكم باش تعرفوا كيفاش كتكتب. الا بغيتو نولي نكتب لكم الكلمات كيفاش كتكتبوا قولوها ليا. دونك غادي نديرو ديفالوريزانت. دونك فوالا هنا كتبت لكم اخوتي, غادي تقولوا دون مانيير ديفالوريزانت, يعني بواحد الطريقه اللي كتقلل حيتاش فالوريزانت يعني كتعطي قيمه, ديفالوريزانت العكس ديالها لو كونترير كتنقص من القيمه ديالها. دونك كومون لو كوردولي ايتيل بريزونتي بار لوتور, غادي تكتبوا ديريكتومون دون مانيير ديفالوريزانت. وعاد غادي يقول لك جوستيفيي
votre réponse. علاش هو il l'a présenté d'une manière dévalorisante. علاش حيتاش هو كيكريتيكي الناس ديال لا ريليجيون. Donc justifiez votre réponse à ce que parce qu'il critique ou là parce que l'auteur critique moi parce qu'il critique la religion parce qu'il critique la religion. Alors là ce qu'on va dire مثلا pour dénoncer rien montrer ce qu'on va dire pour montrer et mais ce pour dénoncer ou là ce qu'on pour montrer pour dénoncer les défauts باش يبين لنا les défauts اخطاء des hommes de religion باش يبين لنا défauts les kin les hommes de religion ou là ce qu'on pour critiquer مثلا pour critiquer les hommes de la religion. Voilà, donc comment le cordelier est-il présenté par l'auteur d'une manière dévalorisante, justifiez votre réponse pour dénoncer ou pour montrer les défauts des hommes de la religion ou pour critiquer les hommes de la religion. Voilà, donc comme la réponse. Alors, la dernière question, dans le dernier paragraphe du texte, Candide espère trouver à la fin de la traversée un monde où, sans doute, tout est bien. Donc, le paragraphe, Candide espère trouver. Candide qui est maintenant, il a, à la fin de la traversée, un monde où, sans doute, tout est bien. Les bidons, les chèques, ils confient. Pensez-vous que ce monde existe réellement? Pensez-vous que ce monde existe réellement? Ou est-ce que vous pensez que ce monde existe réellement? هنا الجواب اخوتي اللي قلتو مقبول قلتو وي مقبوله قلتو نو مقبوله حيت هذا سي فوتر افي هذا الراي ديالكم سي اون اوبينيون كتسمى سي اون اوبينيون دونك الراي ديالكم غير هو ليسونسييل سي الفو بيان جوستيفي فوتر ريبونس قلتو وي قولوا علاش قلتو نو قولوا علاش دونك بونسي فو كو سو موند اكزيست ريالمون باغ اكزومبل مثلا انا نقول وي مثلا بونسي فو كو سو موند اكزيست ريالمون غادي تقول الجواب دائما فاش كون بحال هكا هادشي ديال لي زوبينيون ديما قولوا مثلا موا بيرسونيلمون ولا قولوا دو مون بوين دو فيو ولا ا مون سونس جو فوا كو دونك هنا ضروري تستعملوا هاد التعابير اللي قلت لكم مثلا غادي تقول موا بيرسونيلمون جو فوا كي يا با ان موند qui n'y a pas un monde où sans doute tout est bien. Qui n'y a pas un monde où sans doute tout est bien. Parce que, moi, à mon sens, je vois qu'il y a un monde où sans doute tout est bien. Car, voilà, donc, à mon sens, je vois que... ou là pour moi je vois que par exemple je t'assure que tu as bien dit quoi ou tu connais bien il est très dire quoi mais connais bien mais c'est un gars un ayant un goût mais c'est un ma kinch mais elle est bien mais c'est un goût à mon sens je vois qu'il n'y a pas un monde où sans doute tout est bien car il fallait bien qu'on trouve le bien et le mal parce que sans l'existence du bien et du mal il n'y a pas une vie. Par exemple, on va dire que c'est le bien et le mal, ou bien parce que c'est le bien et le mal, mais il n'y a pas de faire le bien et le mal. Je vais dire, à mon opinion, je vois qu'il y a un monde où sans doute tout est bien. Car il faut toujours être optimiste. Mais c'est un autre genre, le fikra de ce qu'on dit. Parce que toujours, il faut qu'on soit optimiste. Bien sûr, il y a un monde où tout est bien. Donc voilà, on a gardé comme une erreur. Mais c'est un petit livre, je ne sais pas si je t'aime ou pas. Voilà, c'est ce qui est la première partie de les questions. Les questions sont très simples, très faciles. Je vais vous montrer un petit peu de temps pour vous dire comment vous avez dit. La deuxième partie, la production écrite. Donc, la production écrite, je vais vous dire. Sujet, je vais vous montrer. دائما اخوتي كما قلت لكم نتمعنوا في قراءه السؤال نتمعنوا مزيان راه منو نجبدوا الجواب قال لك certains pensent que dans la vie on rencontre plus de mal que de bien partagez-vous cette opinion
راه اللي كنت كنقول لكم دابا، سبحان الله ما لقيتهم كاتبينها في لا برودكسيون اكيد. سارتان بونس كو دون لا في اون رانكونتر بلوس دو مال كو دو بيان، بارطاجي فو سيت اوبينيون. لا هنا زعما هنا قال لك سارتان بونس، بزاف الناس كيظنوا بان في الحياه كنتلقاو لو مال اكثر من لو بيان، كنلقاو لو مال اكثر من لو بيان. بارطاجي فو سيت اوبينيون، واش حتى نتوما متفقين مع هاد الفكره؟ ديفلوبي فوتر اوبينيون دو فيو سور لو سوجي اون فو بازان sur des arguments précis et sur des exemples tirés de votre expérience et de vos lectures. يعني هنا خاصك ديفلوبي لوبينيون ديالك، الا قلتي ايه خاصك ديفلوبي لوبينيون ديالك مزيان. وشي هنا هنا راه هنا راه هنا نقدروا نحصلوكم بصح نقدروا نحصلوكم، لان الجواب اللي غادي تعطي الفوق راه خاصك تبني عليه الجواب اللي تعجبك، هكا يكون يكون داكشي مرتبط. يعني الا الفوق قلتي بونسي فو كو سو موند اكزيست ريالمون جوفي، الا قلتي زعما راه كاين لو بيان وداكشي، وجيتي لتحت وقلتي لا راه كاين لو مال، شويه كاين كونتراديكسيون. يعني خاص يكون شويه ديما تكونوا ذكيين في الاجوبه ديالكم، ديما حاولوا ما تخليهمش يظنوا فيكم شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. انا اكيد عارفاكم نتوما ما فيكم حتى شي حاجه خايبه، فيكم كل شيء مزيان، اللهم يسر، الله يسهل عليكم، الله ييسر ليكم. انا بصراحه كنت كتذكرت انا يامات ملي كنت كندير لا بريباراسيون الباك، والله الا شي حاجه اللي لي صعيبه وزوينه في نفس الوقت، ذكريات زوينه واخا كتبقى شي حاجه كتبقى شي حاجه زوينه. الله يسهل عليكم. هنا غادي يقولوا لكم زعما شنو هما لي كريتير اللي غادي اللي غادي يبنيو عليهم في التصحيح. غادي يقول لك لي كريتير ديفالواسيون دو ديسكور، لا كونفورميتي دو لا برودكسيون ا لا كونسين ديكريتور، يعني خاصك تجيب داكشي ما تكونش اور سوجي بغاو يقولوا. لا كوهيرونس دو لارغومونطاسيون، يعني داك التعليل اللي غتعطي خاصو يكون متناسق. لا ستركتور دو تيكست، اورغانيزاسيون اي بروغريسيون دو تيكست، هذيك عليها خمسه. ولا لونغ فوكابولير اللي غتستعملوا، والسانتاكس اللي غديروا، البونكتياسيون ما تنساوش النقطه والفيرغول وعلامات الاستفهام مهمين، لورتوغراف كونجوغاسيون، هادو هما عليهم خمسه النقاط. بحال مثلا دابا انا غادي نقول لكم قال سارتان بونس كو دون لافيون اون رونكونتر بلوس دو مال كو دو بيان، بارطاجي فو سيت اوبينيون. دونك انا نتوما غتشوفوا راسكم واش بغيتوا تقولوا اه ولا بغيتوا تقولوا لا. ديفلوبي فوتر بوان دو فيو سور لو سوجي اون فو بازون سور دي ارغومون بريسي اي سور دي اكزامبل تيري دو فوتر اكسبيريونس اي دو فو ليكتور. دونك هنا فاش تبدا نوصيكم بواحد الحاجه مهمه، نوصيكم عليها بغيت نوصي لكم قبل ما ننساها، ما ديروش تراديكسيون. عمركم ما تفكروا بالعربيه تقول غنفكر بالعربيه ونكتب بالفرنسيه، هذا خطا كبير طيحوا فيه، ما ديروهاش اخوتي. فكروا بالفرنسيه وكتبوا بالفرنسيه، ما نفكرش بالعربيه، نفكر بالفرنسيه باش نكتب مزيان. ولعبوا على واحد القضيه مهمه زوينه، لو جو دي مو، لعبوا بالكلمات. شو دابا فولتير كيفاش كيكتب، شو اجيليتي غراس، يعني نفس هذا كيبقى يجيب هذه الكلمه ويجيب حداها كلمه اخرى، يجيب حداها كلمه اخرى ويجيب اخرى. ولي فيرغول، لي فيرغول مزيانين، يعني نكتب نكتب جمله. واستعملوا كلمات قصار، ماشي كلمات قصار يا ربي، استعملوا دي فراز، دي كورت فراز. مثلا نعطيكم مثال، حيت انا قال لك سارتان بونس كو دون لا في اون رونكونتر بلوس دو مال او دو بيان، بارطاجي فو سيت اوبينيون. ما تجيش ديريكتومون تقول تال اوبينيون ديالك، لا غادي دير المقدمه بعدا. مثلا Dans notre vie, existe le mal comme il y a le bien. Et quand on est dans un monde, il faut bien savoir que l'existence du mal est quelque chose de bien pour l'être humain, et l'existence du bien est quelque chose du bien pour l'être humain. Mais comment peut-on savoir s'il y a une conformité entre le mal et le bien? Voilà, pour moi personnellement, je vois que l'être humain rencontre plus de mal que de bien. مثلا انت متفق مع ان راه لو مال كاين اكثر من لو بيان. Mais à mon avis, à mon sens, مثلا à mon avis ou à mon sens, je vois que le mal est une énergie ou bien voilà, est une énergie ou bien représente c'est la quelle représente une énergie puissante pour l'être humain, pour qu'il soit solide, pour qu'il soit fort dans cette vie, parce que c'est à travers ces mal qu'on peut produire. من ديك الفكره ديال المحنه، هو المحنه في حد ذاتها منحه، فوالا ماشي باش نهضر عليها، ولكن انا ما كنترجمش، اتونسيون ما كنترجمش، انا كنقول داكشي هكاك، راه قلتها بالفرنسيه عاد طاحت لي في بالي بالعربيه. دونك انا هادشي اللي بغيتكم ديروا، يعني دير المقدمه ودير العرض وعاد باش دير الخاتمه. دونك انا ان شاء الله من هنا لقدام الى نتوما تفاعلتوا معايا في هاد لا فيديو هادي وعجبكم هاد القضيه ديال لي زيكزارسيس وهادشي،
راه مع في الفيديوهات الجايه ان شاء الله نكتبها معاكم، ندير معاكم برودكسيون كريد، نكتبها معاكم انا بهذا كومون ديريج بالاسلوب ديالي، وهكا باش تعرفوا شنو هو الطرق باش تلعبوا باش ديروا لي جو ديمو. دونك انا جوست كيسي غادي نسد هاد لا فيديو، غادي نقول لكم ميرسي بوكو على فوتغ اتونسيون، نتمنى تفاعلوا في هاد لا فيديو هادي، تعطوني الراي ديالكم، تحطوا لي كومونتير، تقولوا لي شنو كاين، وسورتو سورتو تصابوناو، حاولوا تصابوناو في لاشين، حيت انا ملي كتصابوناو هذاك بالنسبه لي ستان كريتير كنعبر بيه انا واش هادشي الناس بغاو ولا ما بغاوش، واش بغيتوا هادشي ولا ما بغيتوش. نتمنى انكم هادشي تحاولوا تبارطاجيو بيناتكم، حيت كنشوف مازال لي فيديو ديالي ما كيوصلوش للسيبل، السيبل ديالي انا هي الناس ديال الباك، بغيت انا هاد لي فيديو ديالي يوصلوا ليكم نتوما، الناس ديال الباك خاصهم يوصلوا لكم هاد لي فيديو هادو، يوصلوا لكم ان شاء الله باش نعرفكم انا بلي راه نتوما مازال مستبغين هادشي هذا، نلقى لي زابوني زادو، ولقى 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 كومونتير، لقى لي كومونتير، لقاكم كتكتبوا كتقولوا لي ديري هادي الا ما ديريش لنا هادي الا بغينا هادي الا بغينا هادي. وعندي فكره واحده اخرى، الا بغيتو نخدم معكم لونغلي، الا بغيتو نخدم معكم لونغلي نخدم معكم. دونك ديك الساعه ان شاء الله راه نتسنى لي رياكسيون ديالكم، وعلى ضوءها راه غادي نعرف ندير لا فيديو الجايه، ما غادي نصور دابا حتى شي فيديو حتى نتسنى لي رياكسيون ديالكم ان شاء الله، عاد باش غادي نصور، سينو لما درتو حتى شي رياكسيون غادي نمشي نصور الدوزيام شابيتر. انا كنقول لكم من هنا كنشكركم بزاف، كنخليكم في لاجوا الى بوني مير، كنتمنى لكم حد موفق، اللهم يسر ولا تعسر، الله يسهل عليكم، تهلاو في راسكم، والى الملتقى باذن الله.